اللهم اللهم ارحمنا، اللهم اشفنا بعافيتك، اللهم انا نسألك الجنة، اللهم انصرك، اللهم انصرك. الله يجزاك الله خير يا ابو رزاقة، الله يرفع قدرك. اقول لك شيء يا ابو رزاقة، قول يا حبيبي. دحين تخيل، بالله تخيل، طبعا انا بالنيه اخذت الاجر، يا ربي لك الحمد، الحمد لله. الشيء الثاني، تخيل كل اللي سمعك الان من شجر، من حجر، من انس، من جن، من حيوانات، الكل يشهد لك يا اخي يوم القيامه. تخيل كذا الكل هذا يشهد لك انك انت اذنت وانه سمعوا اذانك، شوف الاجر الكبير اللي انت بتدخل فيه. الله الحمد لله يا رب، والله العظيم. يعني المؤذنون يوم القيامه أطول الناس أعناقا. يا سلام، شوف كيف، بالله الحمد لله يا ربي. فينا تقصير والله العظيم، فينا تقصير، بس الشيء يعني في حاجات يعني سبحان الله الواحد يتلذذ بها. اي نعم صحيح. شوف في وقت له وقت المزح، في وقت له وقت الجد، في وقت له وقت الأذان والحاجات هذه، الواحد يتلذذ في روحانية في الموضوع. صحيح فاهم. يعني ليش كانت 50 صلاة وصلت ل5 صلوات وأوقاتها بسيطة، الواحد يتلذذ فيها. صحيح هذه زي الشحن، الصلوات هذه زي الشحن. يا سلام، اشحن نفسك بالطاعة، تشحن نفسك بالعبادة، يا سلام، عشان تقدر تكمل يومك كامل بهذه الطاعة. فأنت جزاك الله خير بأذانك هذا، أسأل الله أن يجعله أذان شاهد لك بإذن الله، الدنيا والآخرة. والله جزاك الله خير، الله يجزيك، والله شكرا، جزاك الله خير على أذان أبو رزيق.